لا قلت لك انا اليوم هنخلص واحده مليون وميسي اليوم وانت حتى من حركة عندك دعوة على اليوم دير مع مولاه وبطيه وبر غيبك حاجة ورج السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من سوق الأسبوعي لحد بالضبط راح تختار يعني كتشوفوا هاد الأشياء الغريبة المعروضة للبيع. هاد السوق اللي كيتواجد بسوق الحد السوق الأسبوعي للحد Gracias.
اشياء نادره هنا اللي كتواجد بهذا السوق الاسبوعي، يعني راح بالطاليان السوق الاسبوعي الحد بمدينه سطات اللي كتشوفوا مجددا متتبعي قناه شوف تي في مباشره من راح بالطاليان السوق الاسبوعي الحد بالمدينه ديال سطات. الاشياء الغريبه المعروضه للبيع. مجددا متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من راح بالطاليا بالسوق الأسبوعي، كيفما كتشوفوا هذه الأشياء الغريبة المعروضة للبيع. غادي نخليكم مجددا متتبعي قناة شوف تي في، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع.